اهلا بيكم وفيديو جديد مع دكتور مكي. زي ما اتكلمنا في الفيديو اللي فات عن المخاطر بتاعت الاكياس البلاستيك، فكان لازم نتكلم في الفيديو ده عن البلاستيك نفسه والجوده بتاعت البلاستيك او البلاستيك كواليتي ساين. وهناك علامات للبلاستيك يجب ان انت تخلي بالك منها كل ما تستخدم البلاستيك، خاصه لو هتستخدمه في الاكل والشرب. والعلامات دي زي ما حضرتك شايف كده عباره عن ارقام من 1 لـ7 داخل مثلث، فكل علامة من دول بتدل على نوع من البلاستيك المعين. وزي ما حضرتك شايف كده كل علامة عبارة عن 3 حاجات. اول حاجة مثلث، والمثلث ده فيه سهوم في اتجاه واحد، وده معناه ان هو ريسايكلد او قابل للتدوير. والعلامة التانية اللي هو الرقم اللي في النص ده، والرقم اللي موجود ده بيدل على نوع البلاستيك نفسه. وكمان في العلامة الثالثة والحاجة الثالثة في كل علامة اللي هو عبارة عن حروف تحت المثلث، ودي بتدل على الاختصارات بتاعت المكون أو المادة الكيميائية اللي تصنع منها البلاستيك. تعالوا نشوف معنى إيه هي معنى العلامات دي بعد الفاصل. أهلا بيكم. أول علامة معانا النهاردة وهي العلامة رقم 1، وهي باختصار تحتها PET، والPET ده معناه اللي هو البولي إيثيلين تريفثاليت. والبلاستيك ده رقم 1 تمن هتلاقيه تحت في الأسفل البلاستيك في القاعدة من تحت، وده لازم تخلي بالك منه، وده معناه إن هو بيستخدم لمرة واحدة بس، زي ما حضرتك شايف كده زي الأزايز الحاجة الساقعة وأزايز المياه المعدنية وأزايز الزيت. فأي واحدة من دول أول ما بتخلص أزايز الزيت بترميها، لأن دي من النوع الرقم 1. أما أزايز المياه المعدنية فبرضو من النوع اللي هو مجرد ما تخلص فالمفروض إنك ترميها. فطب أنا بملاها وبستخدمها مرتين ثلاثة بحط فيها مياه برضو الكلام من ده حضرتك غلط. ليه؟ علشان لما بتستخدمها اكتر من مره ده بيزود العرضه والمخاطر ان هي بينمو فيها البكتيريا، وعلشان تنظفها من البكتيريا ده صعب جدا انك تشيل البكتيريا بعد ما حصل لها كونتامينيشن او تلوث. فانت لو حبيت تغسلها وتنظفها من البكتيريا محتاج مواد كيميائيه خطيره علشان تقضي على البكتيريا اللي اصبحت فيها. وان استعمالها اكتر من مره بسبب ماده PET دي فدي ممكن تسبب سرطانات. وزي ما حضرتك شايف في علامه تحت المثلث بالصفرة دي، ودي معناه لازم تستخدمها بحذر. يعني ايه بحذر؟ يعني انت خلاص استخدمت الازازه فيجب ان انت ترميها، مش محتاج انك تستخدمها اكتر من مره، غير كده هتبقى ضاره لصحتك. النوع الثاني من البلاستيك وهو بيسموه ال HDPE او بيسموه ال High Density Polyethylene، وده بوليمر وبيستخدم للنوع الثاني من البلاستيك. ويعتبر هذا البلاستيك يعتبر من احد الانواع الامنة نسبيا في البلاستيك، ودايما بقول نسبيا لان حتى لو كان البلاستيك امن مفيش جارانتي 100% ان هو يكون امن على الصحة، برضو في مخاطر، وده على حسب استعمالك السليم والصحيح للبلاستيك. ونوع البلاستيك ده دايما بيبقى ناشف، زي مثلا لعب الاطفال، زي ما حضرتك شايف كده المكعبات البلاستيك بتاعه الاطفال، ده من النوع رقم 2 ولازم يكون امن لان الاطفال بتلعب بيه. وكمان النوع ده بيبقى ما بيتكسرش، وفي نفس الوقت كمان بيبقى مضاد للرطوبه، وحتى ما بيتاثرش باشعه الشمس ولا حتى بالحراره. وعلشان كده النوع ده من البلاستيك اللي هم بيعملوا منه الترابيزات اللي بتتحط في النوادي او في الحدائق، واللي هي دايما معرضه للشمس والرطوبه والشتاء، فبالتالي البلاستيك ده جيد جدا ولانه ما بيتاثرش بيه الظروف المناخيه والجويه الموجوده. والبلاستيك زي ما حضرتك شايف كده عليه علامه صح، معناه ان هو امن نسبيا.
وزي ما حضرتك شايف كده عبارة عن البلاستيك ده لعب الأطفال وكمان الجراكن بتاعة المنظفات والجراكن أو البلاستيك اللي معمول منه الأزايز وجراكن العصير، كل ده من النوع التاني. النوع التالت اللي معانا النهاردة وهو البي في سي أو البولي فينايل كلورايد. كلنا بنسمع البي في سي ده بلاستيك، بي في سي بي في سي. النوع ده من البلاستيك ده عبارة عن بلاستيك مرن، بيستخدم في الأسلاك بتاعة الكمبيوتر، وبيستخدم في مواسير البلاستيك بتاعة المية والصرف الصحي، وكمان أيضا الخراطيم بتاعة المية. كل دول من عائل النوع الثالث ده، وزي ما حضرتك شايف كده عليه علامة اكس، معناه انه من البلاستيك الخطير، وده بسبب مادة البي في سي، لان مادة البي في سي دي مادة سامة ممكن انها تتسرب من البلاستيك اللي فيها الى الاكل لو بالغلط استخدمتها في الاكل او الشرب، وايضا خطيرة طبعا على البيئة، لان المواد دي بتتسرب من البلاستيك ده ممكن الى التربة، ومن التربة الى المية، ومن المية للنبات، والنبات احنا نبتدي ناكله، فبالتالي بتخش المواد السامة دي اجسامنا. النوع الرابع اللي معانا النهاردة وهو اللي بيسموه الـ Low Density Polyethylene LDPE، والنوع ده اقل سمية من الانواع الاخرى من البلاستيك وامن. والنوع ده بيتصنع منه البلاستيك اللي هو السكويزبل بوتلز، اللي ازاز البلاستيك اللي بتتعصر، بتاع اللي احنا بنعصرها عشان نحط كاتشب او مايونيز او في بعض برضو الجبنات، كل ده بيتصنع من النوع الامن بتاع البلاستيك ده. وكمان بيتصنع منه الكياس البلاستيك اللي احنا بنعمله فيها الشوبينج، بننقوا فيها الخضار والفاكهه، وكمان الاكياس البلاستيك اللي بتغلف اللاندري دراي كلين، بيدالك في مغلفه بكيس بلاستيك، ده مصنوع من النوع ده او النوع الرابع بتاع البلاستيك اللي هو ال LDPE. النوع الخامس الموجود معانا النهارده وهو البولي بروبيلين او بيسموه البي بي، والبلاستيك ده هو افضل انواع البلاستيك انك تستخدمه رقم خمسه، وهو وزنه خفيف، وهو أفضل الأنواع لأنه هو بيستطيع مقاومة درجات الحرارة العالية، فبالتالي ممكن تسخن فيه الأكل وممكن تاكل فيه أو تشرب فيه، وعلشان كده النوع ده من الأفضل الأنواع اللي بيخش معانا الميكروويف، علشان بدرجات الحرارة إلى حد ما بتستطيعش المواد الكيميائية إنها تتسرب من البلاستيك إلى الأكل، والنوع ده آمن إنك تستخدمه أكتر من مرة. وزي ما بيقاوم درجات الحرارة بيقاوم برضو درجات الرطوبة وأيضا كمان بعض المواد الكيميائية. النوع السادس اللي معانا النهاردة وهو البوليسترين أو بيسموه البي اس، والنوع ده من البلاستيك هو عبارة عن بلاستيك بيبقى رخيص في السعر، وكمان خفيف الوزن وسهل التكوين، وكمان سهل الكسر، وبيخش فيه استخدامات كتيرة جدا. زي ما حضرتك شايف كده البابل راب اللي هو البلاستيك اللي احنا بنغلف بيه وبنقعد نفرقع فيه ده، وكمان زي الكوبايات بتاعت الشاي والقهوة، وكمان زي بتاعت اللانش بوكس، فطبعا دول لازم تستخدمهم مرة واحدة بس وبالتالي ترميهم. اذا حاولت تستخدمهم تاني ده معناه انه هو علامة اكس، معناه انه خطير على الصحة. ومادة البوليسترين دي بتحتوي على مادة اسمها ستيرين، والمادة دي أساسا كارسينوجينيك، يعني بتسبب السرطان، وهي دي المادة اللي هي بتنتقل من البلاستيك إلى الأكل أو الشرب. لو حضرتك خاصة أكلت أو شربت في المواد البلاستيكية دي وهي سخنة، أو حضرتك سخنتها داخل الميكرويف، لان اكيد هيبقى في تسرب للماده بتاعت الليسترين الى الاكل والشرب. والمواد الكيميائيه اللي موجوده في البوليسترين دي بتسبب مشاكل صحيه للانسان، خاصه في عمليه الانجاب سواء كان للرجال او للنساء، فبالتالي المواد البلاستيكيه اللي بتحتوي على البي اس دي لازم حضرتك تتجنبها على قد ما تقدر. فطبعا استخداماتها في الاكل والشرب كده زي مثلا كوبايات القهوه والشاي والعلب البلاستيك دي، طبعا دي بتستخدم بس لمره واحده.
النوع السابع والأخير اللي معانا وده هنتوقف عنده شوية، وده بيطلق عليه أذر أو مواد بلاستيكية أو كيميائية أخرى. النوع ده من البلاستيك بيستخدم في صناعته الـ PPA، والـ PPA دي اتكلمنا عنها في الفيديو اللي فات اللي هي البيسفينول A، وكمان مادة اسمها الـ PC أو البوليكربونات. والنوع ده زي ما حضرتك شايف كده عليه علامة صفراء، معناه انك تستخدمه بحذر، لان النوع ده من البلاستيك في ناس كتير بتتلخبط فيه، فمش عارفين هل سيفن ده آمن ولا غير آمن. وسموا النوع ده أذر لانه ممكن يتصنع منه انواع البلاستيك اللي من 1 لحد 6 اللي ذكرناهم دول. فالنوع ده بيعتبر كده خليط من انواع البلاستيك وداخل فيه مواد كيميائية مختلفة. فالنوع ده من البلاستيك المواد الكيميائية اللي فيه اللي مصنوعة من الـ PC أو البوليكربونات، واللي مصنوعة من الـ PPA، ده بتستطيع إن المواد دي بتتسرب من البلاستيك إلى الأكل والشرب. فزي ما حضرتك شايف كده بيتصنع منه الأزايز بتاعة الديسبنسر بتاعة المية، وكمان بيتصنع منه أزايز بتاعة البيبي بوتلز. فأنواع الأزايز دي مهمة جدا ولازم يكونوا أمنين للاستخدام. فإزاي بيستخدموا في النوع السابع؟ فعندنا مادة زي الـ PPA دي بتعمل اضطرابات في الهرمونات زي ما اتكلمنا في الفيديو اللي فات، وبتخش في صناعة البلاستيك في النوع السابع رقم 7. ففي بعض ازايز الميه اللي بتستخدم، سواء كانت الازايز بتاعه الميه او الازايز بتاعه البيبي، بتستخدم من ماده البولي كربونات البي سي مش من البي بي اي، لان ماده البي سي الى حد ما اكثر امانا من البي بي اي. والبي سي دي ما بتسربش المواد الكيميائيه من البلاستيك الى الاكل او الشرب. وكمان في مادة جديدة بتستخدم برضو بدل البي سي في صناعة البلاستيك، وبتاخد برضو نفس الرقم 7 أو تبع للنوع السابع، وبيبقى مكتوب على النوع ده من البلاستيك PLA، يعني بولي لاكتيك أسيد. وبيقولوا إن دي أكثر أمان من أي نوع من البلاستيك تاني، وبيقولوا ان الـ PLA دي افضل من الـ PC والـ PPA، وبيسموها كومبوستبل او بيسموها بمعنى انها بايودجريدبل او قابلة للتحلل. فرقم 7 ده زي ما حضرتك شايف كده يجب ان انت تستخدمه بحذر على حسب اللي موجود. عشان تستخدم رقم 7 ده الافضل انك تلاقي مكتوب عليه كومبوستبل او بايودجريدبل او PLA، لان ده هيكون افضل الانواع في رقم 7. فبالتالي الانواع دي اللي بيستخدموا منها اللي هي ازايز المية بتاعة الديسبنسر، وكمان الازايز بتاعة الاطفال. فعشان كده رقم 7 ده انت بتتلخبط فيه، استخدمه ولا ما استخدموش؟ تستخدمه بعد ما تشوف الارشادات اللي مكتوبة على البلاستيك. مكتوب مثلا PPA free، ممكن تستخدمها. PLA compostable تستخدمها. PLA biodegradable تستخدمها. يبقى نلخص اللي قلناه، معنا 2 ما تستخدمهمش، رقم 3 ورقم 6، و2 تستخدمهم بحذر، رقم 1 ورقم 7، و3 تستخدمهم في الاكل والشرب بامان نسبي اللي هم 2 و4 و5. يبقى في نهاية الفيديو عاوزين نقول نتعامل ازاي مع البلاستيك. اول حاجة ما تستخدمش الازايز بتاعت المية او العصير مرة تاني، مجرد ما تخلص لو سمحت ارميها، ولا حتى تستخدمها في تخزين اكل. وكمان ما تسخنش الاكل في الصحون البلاستيك داخل الميكروويف، وكمان ما تسخنش الاكل في الميكروويف وهو متغطي بالبلاستيك الشفاف. الأفضل إنك تاكل وتشرب في أكواب وأدوات مصنوعة من الزجاج أو الخزف أو الستانلستيل، وحاول على قد ما تقدر تتجنب البلاستيك. وكمان ما تشربش لا قهوة ولا شاي في كوبايات بلاستيك. أما تيجي بتشتري بلاستيك زي ما بتدور على علامة ده بيخش الميكروويف ولا لأ،
دور كمان على علامة لا تحتوي على الـ PPA، وكمان ما تغسلش الأدوات البلاستيك، كوبايات البلاستيك وصحون البلاستيك داخل مغسلة الأطباق، لأن الحرارة المتولدة فيها بتؤدي إلى تسرب مادة البيسفينول أو الـ PPA. يبقى في النهاية يجب إن أنت تتجنب البلاستيك على قد ما تقدر وتريح نفسك، لأن حتى الآمن ليس آمن 100%، لأن ستيل برضو في كمية بتتسرب من البلاستيك إلى الأكل، لأن في دراسات أثبتت كمان إن حتى المواد البديلة الأقل سمية برضو بتؤدي إلى بعض المخاطر زيها زي المواد اللي بتصنع التانية. فبالتالي الأفضل إنك تتجنب البلاستيك، ولو استخدمت البلاستيك لازم تدقق كويس قوي في النوع والعلامة اللي موجودة عليه، خاصة لو هتستخدمه في الأكل أو الشرب. وبكده نكون وصلنا لنهاية الفيديو بتاعنا النهاردة، وأتمنى تكونوا استفدتم ولو بحاجة بسيطة. أشكركم، ويخلي بالكم من نفسكم، والسلام عليكم.